زوار وأوفياء قناة كلاشي في، سلام الله عليكم. معكم محمد البوذالي في حلقة جديدة من برنامج قضايا سخينة. الجزائر تعلن يوم الزحف العظيم والغنائم، غادي تكون كبيرة بزاف ولا محصول لا ثمن له. ولكن بلاتي يا خوتي المغاربة، أبلا ما تخليوا المخيلة ديالكم تمشي بعيد. هذا اليوم اللي اختاريت ليه اسم يوم الزحف العظيم ماشي هو الزحف العسكري اللي قدر يقول لكم راسكم. يوم الزحف وقع هذا الأسبوع في الجزائر من بعد ما قررت الجماهير الجوع تهاجم حقل ديال البطاطا وتسرق منه على عينك يا بن عدي، والأمن ديالهم لا وجود له. الجوع كافر عباد الله، وكما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لو كان الفقر رجلا لقتلته. المصيبة أن هذا الشيء كيوقع في بلاد كيقول تبونها، أقصد رئيسها، بأنها القوة الإقليمية الضاربة وبأن جميع دول العالم كتشد ليها بهذا. وماشي غير هذا الشيء، الدولة اللي كتزود أوروبا كلها بالغاز وعندها حقول البترول بلا حساب بحال الخليج تقريبا، هي اللي الشعب ديالها ما بقاش لاقي حتى البطاطا باش ياكل الفريش او يطيب الطاجين ديالو او القميله. اكفس واحد في المغرب عندنا كيجيب البطاطا لدارو ولولادو طاطا برطل، حتى قالوا المغاربه مثال بليغ على كل حاجه رخيصه كيشريوها بانها كتباع بثمن بطاطا. يعني ارخص منتوج تقدر تلقاه في المغرب هو بطاطا عباد الله. هذا من فضل ربي ولربي كل الحمد والشكر الذي انزلنا في بلد لا يحكمه الكابرانات ويتولى زمام الأمور فيه مالك حكيم وقائد عربي مشهود له بحب الشعب والصدق والتفاني في الخدمة ديال الرعايا الأعزاء. شريط فيديو جد صادم تم تداوله هذا الأسبوع لمواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، واللي كيبين كيفاش دفعت الأزمة المعيشية وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية نتيجة عجز دولة العسكر على توفيرها للمواطنين ديالها. هاد الأزمة دفعت بالجزائريين إلى اقتحام حقول البطاطس وسرقة محصولها نهارا جهارا. الفيديو كيوثق للحظة اقتحام المئات من المواطنين الجزائريين الجوع لحقول البطاطس وسرقة محصولها، وهذا الشيء بطبيعة الحال بسبب تداعيات ندرة وغلاء البطاطا في أسواق القوة الإقليمية الضاربة. والأكيد أن النظام العسكري الجزائري كيتحمل كامل المسؤولية ديالو في هذه الشهر، واللي ما كتليقش بدولة كتزخر بالثروات الهائلة وكتوصف نفسها بالقوة الإقليمية الضاربة وبطبيعة الحال هما المنظور حكامها. إذ لولا تعنت الجزائر وتحجر وغباء العصابة الحاكمة بإصرارها على البقاء على الحدود مغلقة مع الجار المغربي واللي كيتمتع بثروات فلاحية هائلة، لما تصدر الجزائريون الجوع عناوين الصحف الساخرة في وسائل الإعلام العالمية على اختلافها. أربعة المكاره اللي على بالكم، وكنقصد الشنقريحة وخيب السمية والناس اللي دايرين بهم، عندهم حقد بلا حدود على المغرب. فالعسكر تبين بأنه الشارط على إسبانيا عدم ضخ الغاز عكسيا إلى المغرب مقابل إمدادها به عبر الأنبوب المغاربي الأوروبي. أما خيب السمية اللي على بالكم يعني البيضق ديال العسكر الجزائري، فبين بأن اللي كينبح ما كيعطش، والحرب على المغرب صعيبة عليهم وإلا بداوها غادي ياكلوها هما فضلهم. تصوروا معايا خوتي دا شحال ديال الفرق ما بين دولة عمرها 12 قرن، المؤسسات الأمنية والاستخباراتية والعسكرية ديالها كلها قوية ومتلاحمة، وكتوقف جندا مجندا وراء رجل واحد اسمه محمد السادس ملك المغرب. وما بين دولة ديكتاتورية كل حكام ما فيهم الضغل وشي عين ولا شي وشي باغي يصفيها لشي، هو انقلاب مور انقلاب وغشيال مور غشيال. تصوروا معايا دابا تنوض الحرب لا قدر الله، حيت حنا ماشي من ذوات الحرب، شكون غادي يخلص مزيان؟ واش المغرب او الكابرانات؟ والله حتى تنوض عندهم تما الروبله، ما تسمع غير صفيها لي نصفيها ليك. والاغتيالات بطبيعه الحال غادي تكون بلا حساب، بلا ما نهضر على المغرب اللي غادي يدقهم دقان الى دار عينيه فيهم. ولكن سيدنا الله ينصره ما باغيش الحرب مع هاد الناس،
وقالها أكثر من مرة، وفي آخر خطاب لي أي خطاب المسيرة الخضراء واللي أكد فيه بأن مشكل الصحراء باغي يتصفى في إطار حل سلمي، يعني الحكم الذاتي ولا شيء غير الحكم الذاتي. خايب السمية ورئيس أركان الجيش السعيد شنقريحة حاولوا يحرضوا رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية في الخارج على المملكة المغربية، وقالوا لهم خاصكم تديروا جهدكم. تبون ذهب إلى حد مخاطبة السفراء وكأنهم يلبسون اللباس العسكري عندما طالبهم بالرد بحزم على المناورات العدائية التي تستهدف أمننا الوطني. هذا الخطاب واللي كيبين على تداعي أي تهالك هذا النظام، تحدث تبون أيضا عن حرب الجيل الرابع، وهي العبارة التي يعشقها ويستعملها دائما رجل البلاد القوي أي الجنرال سعيد شنقريحة. تبون أعلن أيضا على أن التحديات اللي كتواجه بلاده كتعتبر الأكثر خطورة من نوعها في ظل الأزمات متعددة الأبعاد التي تشهدها منطقتنا، وكذا بؤر التوتر في العديد من دول الجوار خصوصا على طول شريطنا الحدودي وخاصة في الصحراء الغربية على حد تعبير تبون، مع استئناف المواجهات العسكرية في الصحراء بين جبهة البوليساريو وقوات الاحتلال المغربي. ومن الواضح بأن تبون وفي الحديث ديالو على ما أسماه قوات الاحتلال المغربي هو تعبير لم يستخدمه أبدا أو بالأحرى إلا نادرا حتى الآن. تبون يتبنى الآن بشكل قاطع المصطلحات الحربية التي أصبح يفرضها الجنرال سعيد شنقريحة على جميع المسؤولين الجزائريين. تبون قال أيضا إن قراءتنا للسياق الدولي الذي تتفاعل معه دبلوماسيتنا لن يكتمل دون التعرض للتهديدات التي تتقل كاهل الجزائر بشكل مباشر وتهدف إلى إضعافها من الداخل، وكل اتهامات كانت موجهة إلى دولة المغرب بطبيعة الحال. قضية الصحراء تصفية استعمار، احنا ما عندناش مشكل مع المغرب الشقيق. نعم إنها المخدرات، تصرفات المحتل في المغرب، إن الصحراء الغربية هي آخر مستعمرة في إفريقيا. احنا ما عندناش مشكل مع المغرب الشقيق، مع المغرب الشقيق. يا تبان وين عندك العز النفس؟ عندك الرجلة حاط استقلال الشعب الداير، احنا جينا ما جابوناش، انت ما تشرفناش. من شارع انا ما نكذبش يا شباب، بيكوك عيان يا دبوات، بيكوك عيان. كان معكم محمد البودالي في حلقة جديدة من برنامج قضايا ساخنة. أرجو وكما جرت العادة أن تشجعوا محتوى هذه القناة عن طريق مشاركة فيديوهاتها على نطاق واسع مع جميع معارفكم وأصدقائكم. أيضا كنتسناكم تعبروا على الآراء ديالكم من خلال التعليقات أسفل، والأهم هو دير لايك ديالك لهذا الفيديو باش يزيد ينتشر اكثر. وبالنسبه للناس اللي مازال ما تابوناو معنا في هاد لاشين، كنتمناهم يضغطوا على زر الاشتراك مع تفعيل زر الجرس لكي يتوصلوا دائما بالجديد ديالنا. دمتم في رعايه الله وحفظه، والى حلقه اخرى باذن الله.